بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أسأل الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وكبيرة جدا للأستاذ نور الدين الذي أتاح لنا هذه المساحة الشاملة، هذه المساحة الحرة لنعبر عن أفكارنا وعن آرائنا حول مفهوم المصالحة الوطنية. مفهوم المصالحة الوطنية هو مفهوم شائك، مفهوم متشعب، تتختلط الرؤى حوله وتتضارب، إلا أننا نركز على ذلك المفهوم الصحيح والسليم لمفهوم المصالحة الوطنية قصد بنائه وتجسيده فعلا على أرض الواقع. لذلك أنا أردت هنا في هذا المقام أن أدلو بدلو حول مفهوم المصالحة الوطنية الصحيح، أن أعبر عن رأيي بكل يعني حرية، بكل ديمقراطية في هذه المساحة الشاملة والحرة. فأنا بداية أرى أن المصالحة الوطنية أن نحقق حقيقها بمفهومها السليم الصحيح المتين، يجب أن نحقق ذلك التعايش، التعايش السلمي، التعايش الإيجابي بين المواطن والسلطة من جهة، وبين المواطن والمواطن من جهة أخرى. ولكي نحقق هذه المعادلة يجب أن تتحقق عمليات كبيرة وكثيرة جدا. هذه العمليات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق إلا بعد أن تحققها وأن تساهم فيها بالدرجة الأولى السلطة والنظام الحاكم بالدرجة الأولى. لذلك فتح النظام الحكم وأصحاب السلطة هم من يصنعون بدرجة كبيرة المصالحة الوطنية. فبغياب هؤلاء الرجال الذين لديهم ثقافة المصالحة الوطنية، مستحيل أن تصنع المصالحة الوطنية مهما كان الجو ملائما لذلك. هذا ما أردت أن أقول. تحية طيبة للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الدكتور يعقوب قصر، شكرا.